في بداية كل عام يضج الناس بخبر نهاية العالم، ومتى ستكون نهاية العالم، وماذا سيحدث عندها. عبارة نهاية العالم يعتقد الكثيرون أنها مرتبطة فقط في انتهاء البشرية، إلى أنها من الناحية العلمية مرتبطة بنهاية البشرية وتدمير الأرض ونهاية الكون. فيجب التفريق أولاً بين نهاية البشرية وتدمير الأرض ونهاية الكون. فتابعونا للنهاية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل لايك وشير للفيديو. نهاية البشرية أو انقراض البشرية. يمكن حدوث انقراض للبشرية بسبب النشاطات الإنسانية كالتلوث وقلة الموارد الطبيعية والاحتباس الحراري والحروب. تدمير الأرض. تم طرح عدة سيناريوهات حول تدمير الكرة الأرضية أو تدمير فئة كبيرة من الحياة عليها، مثل أولاً ارتطام مذنب أو جسم من الفضاء الخارجي. هذا السيناريو المحير يشكل أحد الأسباب القوية لتفسير انقراض الديناصورات والانقراضات الكبرى الأخرى. ثانياً، تبريد نواة الأرض سيقضي على المجال المغناطيسي للأرض، مما سيترك المجال مفتوحاً للرياح الشمسية لتدخل إلى غلاف الأرض وتقصف سطح الأرض. ثالثاً، تطور النجوم يشير إلى أن الشمس ستتطور لمرحلة العملاق الأحمر، حيث ستصبح ضخمة الحجم، وعند الوصول لهذه المرحلة ستختفي الحياة على الأرض نتيجة الحرارة المفرطة وكثرة الأشعة فوق البنفسجية وتضخم الشمس. نهاية الكون. فنهاية الكون ككل هو من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى جعل بعض العلامات والظواهر التي تنبئ بقرب هذه الساعة. ولا ريب أن هناك ترابط بين الحقائق العلمية وقيام الساعة، وسنذكر لكم بعض هذه العلامات التي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي قسمت إلى علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. أما عن العلامات الصغرى فنوجزها بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفاته، انشقاق القمر، كثرة الحروب، انتشار الفتوحات وفساد المسلمين، اختلال المقاييس عند الناس فيصدق الكاذب ويكذب الصادق، كثرة المال وانتشاره، ورجوع أرض جزيرة العرب خضراء. أما علامات الساعة الكبرى هي خروج الدجال، نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام من السماء، ظهور قوم يأجوج ومأجوج، ظهور الدخان، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، وقوع ثلاث خسوفات في الأرض، ظهور نار من الأرض تحشر الناس، والنفخ بالصور، وعندها تكون قد قامت الساعة وانتهى العالم. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.